السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم بحول الله موعدنا سيدتي مع هذه الوصفة الرائعة الصحية، روعة في المذاق تاعها وفي المنظر تاعها ولا أروع. إذا كنتي سيدتي بقي ما انخرطتيش في القناة، فهذه هي الوجبة باش تعملي الخيرات وتشغلي الجرس باش توصلي بالوصفات مجرد ما نزلها في القناة. ولا رغبتي في معرفة الوصفة، فما عليك إلا تبقي معايا إلى آخر الفيديو. بالنسبة للحشوة، بحاجتنا شوية تاع اللحم المفروم، هنا واحد 100 غرام، بصل محكوك، واحد القرعة كوسة تاهي محكوكة رقيقة، واحد الجزر تاهو محكوك، معلقة كبيرة تاع المعدنوس، وهنا عندنا لقمة، الملح حسب الذوق، الكمون، سكنجبير، شوية تاع البزار هنا، خرقوم عواد، شوية تاع تحميرة أي الفلفل الأحمر، وواحد نص معلقة صغيرة تاع ثوم بودرة، واللي ما عندوش ثوم بودرة يحك واحد 2 سنينات تاع الثومة، لكن ثوم بودرة تجيبها بواحد البنة رائعة. 2 معلقات تاع زيت الزيتون، غادي نردهم يطيبو ويتشحروا مزيان حتى ينشفوا من المرق اللي تطلق الخضار واللي تطلق اللحم. الحشوه ها هي طابت، وكيف شتي معايا بعد ما ذقتها بانت ليا خاصه شويه الملح، راني صححت الذوق. غادي نخليوها تبرد ونستعملوها. نحكو سيداتي على الحشوه شويه الفرماج. انا هنا عندي النوع جودا، يمكن لك تستعملي اي فرماج ترتاحي ليه واللي تيعجبك. خلطوا الفرماج مع الحشوه. سنبداو هاد الوصفة، بطبيعة الحال صوبنا لها الحشوة، والحشوة سيداتي يمكن لك تخدمي فيها أي نوع الحشوات اللي انت بغيتي، سواء باللحوم بيضاء أو الحمراء أو حتى الحوت أو حتى الخضر، جميع الحشوات تتمشي مع هاد النوع تاع الورقة إذا كنا نسميوها بحال هكا أو العجين. فناخذ العجين تاعنا اللي هو هذا، واللي الوصفه تاعته غادي تلقاوها سيداتي في صندوق الوصف، درتها معكم بالتفسير الممل في فيديو خاص به، وهي من الوصفات او انواع العجين اللي يمكننا نصوبوه مسبقا نحتفظوا به 3 ايام في الثلاجة او عده شهور في المجمد ما تيخسرش، وتنجبدوها انا اليوم تنشتغل به في اليوم الثالث بعد ما صوت. تناخذوا العجين تاعنا او القرص بحال هذا الشكل، وتمكننا نديروه في عده اشكال ماشي ضروري قرص بحال هكذا، وناخذوا الحشوه اللي بطبيعه الحال تكون حسب الذوق بحال هكا، نديروها في الوسط نبللوه بحال هكا. الا اشتغلنا به في اليوم اللي صوبنا فيه العجين تمكننا ما نبنلوهش، نبلوه بحال هكا تنتنيو بحال هكا، تنحكمو النص فنجان هنا، تنبدا نجمع في العجين ونسد، وانا تندير طيات بحال هكا، الطيه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وبها تنسد بحال هكا، تنورك لان داك الماء اللي درت هو اللي غادي يسد ليا العجين بحال هكا. نرجع من الجهه الاخرى وندير نفس الطيات، يعني هما غيكونوا تيشوفوا في هذا الاولى الثانيه الثالثه والرابعه، غنسد بها بحال هكا، تيعطينا هذا الشكل. نورك شويه باش يتسدوا لي ما يتحلوش ليا، ورا عجين تعطيني هذا الشكل، تنحطو تنعطيه هذا الشكل التقوس مقوس بحال الهلال.
تنجي تنحطوه دائما العجين تاعي تنحتفظ به مغطي، لان العدو تاعو هو الهواء، لان غيبسو حنا ما غرضناش به يبس، غرضنا به نعمرو القياس اللي حنا بغينا ونخبيو الباقي. ناخذ الورقه بحال هكا او العجين، وهذا العجين سيداتي تنذكر راني قلتها لك في الفيديو السابق على انه قابل ليحشى بعده حشوات، سواء بغيتيها حلوه او مالحه، ثم تطيب اما في البخار او يقلى في الزيت او يطيب في الفران بالنسبه للناس اللي تيبغيو يقليو في الزيت، او نطيبوه في الحساء، كله تيتصاوب بحال بحال هكا. تنحكم وتنجي نسد، تنسد وانا تندير الطيات اي البلي. فوالا رجع من الجهه الاخرى، تنجي الطيه لهاد الجهه، هاد سورت دو دونتيل. ثالثة، ولا درتي القرص صغير راه ما غاديش ديري أربعة، غديري غير ثلاثة وغيتسد لك. هنا القرص عندنا فيه 10 سنتيمتر في القطر تاعو، هادشي راه مسروح في فيديو اللي صوت فيه العجين. تنجي وتنحطها بحال هكدا وتنحطوها بحال هكا. نكملوا العدد اللي حنا بحاجتنا بهم ونطلق. نوصلوا سيداتي لهذه النتيجه الرائعه من العجائن، كتشوفي معايا تتشهي في المنظر تاعها غزاله. نغيروا بها الوجبات اللي تناخذوا، شوفي معايا سيداتي. تيمكن لك سيداتي اما توظفيها مباشره، اي انك تطيبيها اما في الفران او في البخار، او تقليها او تطيبها في حساء اذا انت محتاجه بها. وتيمكن لك بعد ما تتصوبيها كي بحال هكا تديريها في بواطات وتدخليها للمجمد وتحتفظي بها حتى الوقت اللي تحتاجيها، وهنا تتكوني تتربحي الوقت بها، ويمكن تكون من الوصفات اللي تتنقصي عليك لشهر رمضان علاش لا، او اللي تتنقصي عليك الا كنتي غادي تستقبلي الضيوف يوما ما. اليوم ان شاء الله غادي نكمل طياب تاع الوصفه، غادي نطيبها بطريقه البخار. عندي البرمه درت فيها الماء يطيب وحطيت الكسكاس. ناخذ غريقه تاع ورق الطبخ، دوك نيت اللي كانوا مجموعين فيها تنقطعوهم صغار ونحطوها كي بحال هكا ونحطوها في الكسكاس. غتقولي لي كنا نفرشوا ورق الطبخ، حنا غرضنا يبقى لينا الكسكاس تقيبات اللي فيه يطلعوا البخار. تيمكن لك تحطيها مباشره فوق الكسكاس، لكن غادي يجيك هنا واحد تقيبات علامات تاع التقيبات اللي في الكسكاس، اذا حسن نديروهم كي بحال هكا. تنديرو طبقه وحده، الى ما قدكش تطيب وحده عاد تزيد الاخرى، او يكون عندك ديك البرمه اللي فيها الكساكس بزاف، هذيك ما كاين حتى مشكل. تيمكن لك ديري كسكاس فوق كسكاس طبقات، ما تنديروش بزاف باش ما يدكسوش لينا. تيمكن لينا ندهنوهم بشويه تاع الزيت الزيتون او زيت المائده عاد نديروهم يطيبوا. انا بغيتهم نطيبهم بلا زيت يكونوا اكثر صحيه. نغطيو الكسكاس بحال هكا ونتسناو على البخار حتى يطلع البخار الاول، نتاكدوا ان البخار بدا يطلع، نتسناو عليه 25 حتى 30 دقيقه وتيكونوا وجدوا لينا. بالنسبه للصلصه اللي غنقدموا بها هاد العجائن، يمكن لك تقدميها سيداتي بصلصه حمراء يعني بالطماطم، او بصلصه بيضاء. انا غادي ندير صلصه بيضاء. غادي ناخذ حك تاع الياغورت
السوس طبيعي، واحد تعصيره تاع الحامض الا ما كانش عوضيه بالخل، واحد معلقه صغيره تاع المطارد الا كان لا موطارد اونسيان حتى هي تنكلات تواتى معاه غير شويه باش نبقاو دائما في اللايت. الملح غير شويه لان الموطارد فيها ملحه، شويه تاع زيت الزيتون او اي زيت بغيتي، يعني زيت ارغان او زيت الزنجلان حتى هو مزيان، زيت تاع القرقاع حتى هو مزيان، شويه تاع المعدنوس المقدونس ولا اللي ما بغاش المقدونس يدير النعناع حتى هو مزيان. نحركوه مزيان بحال هكا، الصلصه تاعتنا وجدات. هنا بعد ما داز عليها نص ساعه الوقت، شوفي معايا سيداتي تنزومي لك، تنوصلوا سيداتي لهاد النتيجه الرائعه، صحيه في الطبخ تاعها، فيها اللحوم وخضار في نفس الوقت، شهوه منها تحفة. إلى عجبتك سيداتي الوصفة جربيها، بحال ديما ما تنسايش وضع تعليق بارطاج باش تشجعوا القناة للمزيد من العطاء. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.